أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم.